نشرة السابعة تأتيكم من قناة الجزائر الدولية، إليكم أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تطمئن بشأن خطورة المتحور الجديد أوميكرون، وتقول إنه لا داعي لتطوير لقاحات لمكافحته. عبد الحميد الدبيبة يعود لسباق الرئاسة في ليبيا، وسيف الإسلام القذافي ينتظر مصير ترشحه. الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد أن قرار الاحتلال الصهيوني بشأن الجولان السوري لاغ وباطل. الناتو يتوعد روسيا بدفع الثمن إذا تدخلت عسكريا في أوكرانيا، وموسكو تهدد بالرد. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. بداية، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل حتى الآن على تراجع فعالية اللقاحات في مواجهة المتحور أوميكرون. المنظمة التي قللت من خطورة الفيروس الجديد أبدت تفاؤلها بفعالية اللقاحات، كما أعلنت أوروبا بؤرة لتفشي الجائحة. ليس هناك دليل حتى الآن على تراجع قدرة اللقاحات في مواجهة المتحور أوميكرون. هكذا جاءت تطمينات منظمة الصحة العالمية التي قالت إنه لا يوجد سبب للاعتقاد أن فترة حضانات أوميكرون تختلف عن المتحورات السابقة، رغم أنها أقرت بأن كم المعلومات التي تم تجميعها بشأن المتحور الجديد غير كافية لتحديد مخاطره بدقة. المنظمة قالت أيضا إن بعض المؤشرات المتوافرة حتى الآن تؤكد أن الإصابات بالمتحور الجديد بسيطة، وأن بعض المتحورات تنطوي على خطر سرعة الانتشار، وأعلنت أن محادثات ستنطلق من أجل التوصل إلى ميثاق دولي لمكافحة الأوبئة مستقبلا. تأتي هذه التطمينات الحذرة في وقت تشهد فيه القارة الأوروبية تزايدا في عدد الإصابات، مع إعلانها من قبل المنظمة العالمية للصحة بؤرة لانتشار المرض. ففيما بشرت دول أوروبية إعادة فرض القيود المرتبطة بمكافحة الفيروس، أحصت ألمانيا أكبر عدد من الوفيات بسبب الجائحة يوميا منذ منتصف فيفر الماضي بتسجيل 446 وفاة، فيما سجلت السلطات الفرنسية 13 حالة إصابة بالمتحور أوميكرون، كما أعلنت السلطات السعودية تسجيل حالة واحدة بالمتحور الجديد. وضع دفع المفوضية الأوروبية إلى القول إن الوقت قد حان للتفكير في اتخاذ قرار بإلزامية اللقاحات، مع دعوة الأشخاص المطعمين لأخذ جرعة ثالثة معززة. إلى ذلك، قالت منظمة أوبك بلس إن تأثير أوميكرون على الطلب على النفط لم يظهر بعد، بما أن قابلية العدوى وشدة الأعراض ليست واضحة لحد الآن، فيما تتجه اليوم الأنظار إلى الاجتماع الوزاري المرتقب لتحالف أوبك بلس، الذي ينتظر منه أن يبلور الرد على قرار سحب الاحتياطات الاستراتيجية الذي اتخذته دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. تحت ضغط أوميكرون وضخ مخزونات استراتيجية لكبار المستهلكين، يلتقي مجددا أعضاء تحالف أوبك بلس في اجتماعهم الشهري، والهدف صياغة اتفاق يبدو عسيرا ومعقدا يجنب أسعار النفط مزيدا من التراجع في ظل مخاوف ضعف الطلب وعودة العالم لفائض المعروض النفطي خلال الربع الأول من السنة المقبلة. التحالف الذي أجل اجتماعه يوما واحدا سينظر في تداعيات المتحور الجديد لفيروس كورونا من دون إغفال تحذيرات من مخاوف جدية صدرت الاثنين عن منظمة الصحة العالمية. عندنا اجتماع تاع الأوبك والأوبك بلس، وراح ندرسوا تقارير خبراء في المجال، وراح ناخذوا إجراءات لكي دائما نبقى في إمدادات تكون جيدة بالنسبة للسوق، إمدادات لتخلي أن السوق يسترجع التوازن تاعه. التحور هذا الأخير اللي راه ينتشر بسرعة وخلى الدول الأوروبية وغيرها
تبدأ تأخذ في إجراءات، فلهذا يكون يعني التأثير دائما، يكون تأثير دائما أولي بالنسبة لهذا هذا التأثير بالنسبة للكوفيد هذا، وخاصة المتحور الأخير. التحالف الذي تقوده السعودية الحليف القريب لواشنطن، وروسيا الخصم التقليدي للولايات المتحدة، يواجه في المقابل حرب أسعار بإعلان جو بايدن استخدام 50 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية البالغة حوالي 600 مليون برميل ضمن سحب منسق من الاحتياطي مع كل من الهند واليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية. خطوة وإن فشلت في خفض الأسعار بتسجيل ارتفاع تجاوز 2.5% في اليوم الموالي، فإنها دفعت السعودية وروسيا في إطلاق محادثات بعيدة عن الأضواء لبلورة رد على التحرك الأمريكي المنسق. تقارير أعلامية أشارت إلى أن الحليفين الجديدين يتجهان لاقتراح إلغاء زيادة مبرمجة في الإنتاج بمقدار 400,000 برميل يومياً جانفي المقبل، في تحدي سعودي غير مسبوق للإدارة الأمريكية. تحتضن الجزائر اليوم الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، وسيبحث المشاركون عديد القضايا والمسائل المتعلقة بالأمن والسلام والتنمية. واعتبر عثمان الجندري وزير الخارجية التونسي الندوة فرصة لتبادل وجهات النظر حول الوسائل الناجعة التي تخدم المصالح الإفريقية. هذه فرصة أخرى ليجتمع هذا المجلس في مدينة وهران مع مجلس الأمن الدولي والأعضاء الأفارقة غير دائمين في مجلس الأمن، والعديد من المسؤولين يعني الأمميين والمسؤولين الكبار في منظمة في الاتحاد الإفريقي للتشاور والتحاور والتنسيق حول مجمل القضايا التي تهم إفريقيا في جميع المجالات، وخاصة في مجالات الأمن والسلم والتنمية. وبطبيعة الحال هذه ستكون مناسبة سوف نتبادل فيها الرأي جميعا حول أنجع السبل للقيام بما هو في صالح إفريقيا ككل وفي صالح دولنا. إلى فرنسا، أين شرع أعضاء حزب الجمهوريون اليميني إلى غاية 4 ديسمبر في اختيار مرشحهم من بين 5 شخصيات سياسية لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2022، وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى تقدم إيمانويل ماكرون تليه مارين لوبان. حملة رئاسية يبدو أنها انطلقت باكرة للظفر بكرسي الإليزي، بدأت ملامحها تتشكل شيئا فشيئا مع تحركات بعض المترشحين المحتملين لاستمالة الرأي العام وإعلان البعض الآخر نية الترشح، على غرار إيمانويل ماكرون الذي يطمح للظفر بولاية ثانية وإريك زيمور، بالإضافة إلى زعيمة اليمين المتطرف ماريا لوبان. الساحة السياسية الفرنسية التي تشهد في السنوات الأخيرة صعود اليمين المتطرف بشكل غير مسبوق أمام تنامي مشاعر العداء للمهاجرين والمسلمين بالخصوص، يرتكز خطابها اليوم على شريحة واحدة من المجتمع الفرنسي، خاصة بعدما أثاره ماكرون في رهانه لاستعادة جزء من شعبيته التي تراجعت لعديد الأسباب من بينها ملف السترات الصفراء. الديمقراطيات الغربية مريضة وفي خطر، مما دفع يعني صناع القرار الفعليين إلى خلق ميكانيزمات جديدة في السياسة الداخلية لهذه الدول. فاتخذت يعني الطبقة السياسية الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين مبدأ اللعب على الأوتار الناجحة: الهجرة، الإسلام، الأمن، الإرهاب، اصطياد انتخابي أو اصطياد أصوات المتطرفين. ترشح المتطرف إريك زيمور الذي يطلق عليه اسم ترامب فرنسا يعيد لأذهان الفرنسيين شخصية دونالد ترامب غير التقليدية، بطرح يعتمد مناهضة الطبقة السياسية ومكونات المجتمع الفرنسي
الذي تعتبر فئة المهاجرين منه أصيلة، رغم رفعه شعار حلم الوطن الذي يوفر لأبنائه كل سبل الازدهار، مما قد يعني العصف بالأحزاب التقليدية من اليسار واليمين والاشتراكيين. استطلاعات الرأي من جانبها ما زالت تضع إيمانويل ماكرو على رأسها بنسبة 25%، تليه ماريان لوبان بنسبة تصل إلى 20%، في حين تضع إريك زيمور ثالثا ب 15% ومرشح اليسار بنسبة لا تتجاوز 10%. في ليبيا قضت محكمة طرابلس بإعادة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، فيما تم استبعاد خليفة حفتر من قبل محكمة الزاوية. في المقابل لا يزال الترقب حول مصير ملف سيف الإسلام القذافي الذي ينتظر صدور الحكم في طعن تقدم به بعد قرار استبعاده. كل يوم يحل بليبيا إلا ويحمل معه تفاصيل مختلفة عن سابقه. رئيس حكومة الوحدة الوطنية المترشح للاستحقاق الانتخابي عبد الحميد الدبيبة يجد نفسه من جديد في السباق. محكمة الاستئناف بطرابلس ترفض بقية الطعون المرفوعة ضده بعد أن كانت قد قبلت الاستئناف المقدم من الدبيبة لإلغاء الحكم الابتدائي القاضي باستبعاده من الترشح. ثلاثة طعون مجموع الاعتراضات على ترشح دبيبة، كان أبرزها طعن وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا المستند إلى المادة 12 من قانون الانتخابات التي تضع رئيس حكومة الوحدة في تناقض مع فحوها، إضافة إلى امتلاكه جنسية ثانية على حد قول باشاغا، وهي الاعتراضات التي لم تشفع للطاعنين لحد الآن في إسقاط اسم دبيبة من قائمة الترشح. معركة الطعون والبت فيها طالت خليفة حفتر بعد أن استثنته في وقت سابق، بيد أن محكمة الزاوية قضت باستبعاده من قائمة المترشحين بعد قبولها الطعن المقدم ضده بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشان ترشح المطعون ضده الثاني المدعو خليفة بالقاسم عمر حفتر واستبعاده من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية، ليلتحق بغريمه سيف الإسلام القذافي الذي لا يزال يواجه ذات المصير، خاصة وأن محكمة سبها لم تنظر لحد الآن في استئنافه ضد القرار. يقول مراقبون إن خارطة الانتخابات الرئاسية الليبية لا يمكن أن تتضح قبل 6 ديسمبر، موعد الإعلان عن المتنافسين الرسميين على كرسي الرئاسة ونهاية فرصة الاعتراض قانوناً على أي من الأسماء. أعلن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية استعادة قوات الجيش لمنطقة غاشانا أربيت الاستراتيجية مع الاستحواذ على دبابات وأسلحة متنوعة. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإثيوبي دعم بلاده لحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الكيان الصهيوني بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من جوان 67 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن. وجددت الجمعية العامة اعتماد قرار يؤكد أن فرض الكيان قوانينه وولايته على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل ولا أثر قانونيا له، وطلبت بإلغائه. وخلال جلسة طبعا للجمعية العامة قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام سباغ إن الموقف المحق للجمعية العامة والمنسجم مع مبادئ ومقاصد ميثاق المنظمة الدولية أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 برفضه قرار الاحتلال الصهيوني بشأن الجولان السوري. وأضاف سباغ أن سوريا تؤكد تمسكها الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل، وهذا الحق لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبدا أن يسقط بالتقادم.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير قول عفوا بوتين أن بلاده ستتخذ إجراءات عسكرية تقنية مناسبة ردا على استفزازات حلف شمال الأطلسي ومساعيه بالتوسع شرقا باتجاه الحدود الروسية. في المقابل أكد الحلف الأطلسي أن موسكو ستدفع ثمنا باهظا إذا ما هاجمت أوكرانيا ردا على حشد موسكو الآلاف من جنودها عند الحدود الأوكرانية. الحشد العسكري على الحدود الروسية الأوكرانية يصل إلى حده المقلق، فبعد حديث وزير الخارجية الأوكرانية عن تحركات غير بريئة للقوات الروسية على حدود بلاده، تخرج واشنطن لتؤكد أن روسيا تعتزم قريبا شن هجوم على أوكرانيا. وفي ظل تصاعد التوتر وتبادل الاتهامات، أكدت روسيا الأربعاء أنها بدأت مناورات عسكرية شتوية دورية في منطقتها العسكرية الجنوبية، تقع أجزاء منها على الحدود مع أوكرانيا، رغم توجس موسكو من تحريك أوكرانيا قواتها في إقليم دونباس، حيث نشرت كييف 125,000 جندي في الإقليم. في حال ظهرت بأوكرانيا منظومات صواريخ يمكنها الوصول إلى موسكو في 5 دقائق، إذن ماذا ينبغي علينا فعله حينها؟ روسيا ستضطر للرد بتهديدات مماثلة، وقد اختبرنا منذ فترة قصيرة بنجاح صواريخ متطورة من طراز 9 ماخ. أوكرانيا التي أكدت أنها مستعدة لأي صدام عسكري عبرت عن رغبتها في إجراء محادثات مباشرة مع موسكو من أجل إنهاء الحرب الباردة على حدودها الروسية، لكنها في المقابل حثت حلف الناتو على الاستعداد لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا. أعربت في مباحثتنا بالأمس واليوم في الناتو مع بريطانيا وفرنسا وشركائنا آخرين أننا ضد العدوان الروسي على أوكرانيا، والناتو مستعد للعمل في الجبهة الشرقية. مشاوراتنا ستتواصل مع المسؤولين غدا، وسألتقي مع كوليبا ولافروف. ووسط هذا التوتر المتصاعد، تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب الخميس بستوكهولم بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا، في لقاء ينتظر منه تهدئة الأوضاع وتجنب الأسوأ. إلى الرياضة، أين دشن المنتخب الجزائري لكرة القدم مشاركته في كأس العرب برباعية كاملة في شباك المنتخب السوداني، نتيجة أكد من خلالها محاربو الصحراء نيتهم في الذهاب بعيدا في هذه المسابقة. في أول امتحان لأجبال الماجيك ماجد بوغرة، كانت البداية واضحة لتحقيق اللقب دون سواه، والسير على خطى جمال بالماضي ومواصلة نثر السعادة على عشاق محارب الصحراء. حدث كل هذا داخل المجموعة الرابعة ضمن الجولة الأولى التي التقى فيها الخضر بالمنتخب السوداني، حيث أبدع المنتخب الجزائري وفاز بالبنط العريض على السودان برباعية كاملة كشفت عن نوايا الأفناك في حصد ذهب البطولة. البداية كانت عند الدقيقة 11 عندما افتتح بغداد بنجح عداده التهديفي، ليعود مرة أخرى عند الدقيقة 37 مضيفا هدفه الثاني، ليتواصل بعدها مهرجان الأهداف حين حاد صخرة الدفاع جمال الدين بالعمري ليضيف الثالثة عند الدقيقة 34 قبل أن يستغل العربي هلال السوداني خطأ فادحا من مدافع السودان ليضيف الهدف الرابع مع بداية المرحلة الثانية التي ساير فيها أشبال الماجيك المباراة بحنكة أثبت بها حضورا ذهنيا مميزا انعكس على اللاعبين فوق أرضية الميدان. وبهذه النتيجة تتصدر الجزائر المجموعة الرابعة بفارق الأهداف مناصفة مع مصر الفائزة هي الأخرى على نظيرها اللبناني. وفي نتائج اليوم الثاني، فازت مصر على لبنان بهدف دون مقابل، وحقق المغرب فوزا صريحا على فلسطين برباعية نظيفة، فيما انهزمت السعودية بهدف دون رد أمام الأردن. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.